عسلامة عسلامة أختي. لباس؟ والله ديما نقولوا الحمد لله تونس ديما لباس. قدم لنا روحك. والله أخوك رشيد من منطقة المرنقية، منطقة هذيك اللي خدمة البلاد وقت الرسمي تلقاها المرنقية، مش جامل فيها. اليوم مش نتكلم على النقل وعلى برشا حكايات ما تجيش. اليوم هو أول عيد، أول نهار نقولوا دخلنا في العام الجديد. عام كبير، عام ان شاء الله يكون باهي للشعب التونسي، ان شاء الله يكون مزيان. تسمع برش. انا اتحاد يقول بروحه اتحاد، هو واقف على البلاد. اليوم عمل جست خايبه برشا، ما عجبتنيش يعني الاتحاد. الاتحاد اول حاجه يوقف مع تونسي. تونس مستحقه تو رجالها، واستحق البلاد مستحق الرجال. انت اتحاد معروف، اتحاد نتاع مصالح، اي معمل يدخل له باش يخربوا، دخل معمل باللور خربوا، الناس جايه تلامذه من كل بقعه من بلاد تونس كامل باش يقراوا في الفاك. اليوم شيء ياسف لك يرانا شيء عليه حب ربي. راي تونس بابا خويا، راهو تو اللي يحب تونس دار تو واقفه، ما تجيش الناس اللي المساكن اللي يتخادموا اللي جايين يخدموا من اخر الدنيا عليه خويا الحب ربي. الزوالي وقت الزوالي هذاك الاخر الغني اللي عنده كهرباء يمشي يخدم روحه، وقت الزوالي مسكين يتمرمد اليوم، وقت التلميذ اللي جاب شقره باش يخرج معناتها باش يولي عالم، دي عالم في كل شيء، معناتها باش يولي طبيب، يطلع محامي، يطلع قاضي، يطلع انسان معناتها مصلح مش في المجتمع المادي، يطلع مصلح. خويا عندي حاجه اخرى زاد اللي الاتحاد نساها جمله، اتحاد نساها، علاه ما تكلمش على الوزاره الوحيده اللي في تونس مش ماخذه حقها، هي وزاره الشعائر الدينيه. مش ماخذة حقها. انت ما تقول اتحاد تتكلم على الخدامة، شبيه الوحيد اللي يطار الجامعة يخوف يقل في منحة عليه حب ربي. خمسة صلوات تلقاه موجود، معناتها سنحة موجود في الخمس، لا عنده كوجي لا عنده حتى شيء، ما عنده حتى كي يموت له واحد يقعد في الجامعة. الخمس صلوات في الجامعة عليه شارية ضعيفة. وانتم قلتوا باش تقولوا امورهم وضعيتهم نتاعهم وكل شيء. انا عجبني الوحيد وزير واحد بركة الصحة تعملهم كرني تاع معالجه كان ما عندهمش كرني جمله، هو عظوم. بعد عظوم ريت حتى وزير انا في شعر الدينيه قاعد يخدم في البلاد، عظوم عملهم كرنيات اللي باب المد براق الراك، باب المد براق الراك اللي انت تو شاد الكرسي واللي انت راك تحكي على السياسه وتحكي انت، باب المد بقراك ذكرت باب المد هذاك عليه ما ياخذش حقه، عليه الوحيد الوزاره لا واحد تكلم عليها. يا اتحاد خافوا ربي. انت اليوم مسيو كيفاش عملت في ترونسبور؟ اليوم والله عايز كلمه قلتها لي وكلمه مزيانه برشا. اليوم ماخذ تاكسي 15000، معناتها نهار يمشي انا نخلص في 500000 في الشهر، معناتها نهار يمشي. اليوم نهار منقوب خذيت تاكسي، قالت انا بطبيعتي يلزمني باش نجي في ذمه الكيب ناسيونال الفريق القومي، ما عنديش حق باش نغيب، قالت هذيك الراي الوطنيه يلزمها ديما حاضر حتى على الساقين نجي. تسمع احنا قاعدين نشرب تيكواندو قاعد يشرف في الراي التونسي في العالم كامل، ما نجيش نجي. هذيك حب الوطن، وانا مجند بالذمه للتيكواندو. يعني واجهت مشاكل؟ مشاكل في النقل بطبيعتي، ما خلطت توا، خلطت من منطقه المرنقيه. تسمع خلطت توا يعلم بيك يا رب باخذ تاكسي عليه حب ربي. نحن 500 دينار حكايه فارغه، معناتها نهاري نهاري ب 15000 نهاري منقوب. لا بالذمه مش مشكله، كل شيء يهون على بلادي تونس. هذيك راهي عندي انا ديما نقول تونس، راهي تونس في عيني. وديما واحد يجي للام وش يقول بامه وقتها مستحقتني ان نكون في المستوى امي هذيك تونس. يا حاجه باش نقول كلمه اخرى، هذه كلمة مزيانة كيما اخواتي الزوز، والله فما لوبيات البرة قاعدين يحرضوا في تونس، تونس تمشي وهم يحبوا يعملوا حكاية. خاطر الناس هذوما معناتها ما كنت تحب تونس أنت، إيجي هنا علاقة هارب البرة عليه خويا. راهي تونس يا ودي تحاربها، راهي تونس برجالها، تونس برجالها ما يحاربها حتى واحد. حتى كي نجوع في كروشنا راه ما نعطوش بعضنا، الشعب ما يعطيش بعضنا، ما نضربوش بعضنا، ويقعد ديما تونس برجالها وبنساها وبالروح بالدم اللي فديك يا تونس. والله شوف يا لسنتي يا وزارة النقل، يا ربي خافوا ربي، اخذوا ديمة المواطن، تخذرش ما زادك شهرية باش يخدم وطالب. ما قلناكش احنا باش تقرب كيما اليوم، الناس كل في بلاش جملة، ما في بيش ما عادش هذي قريف وقفة ما فهمتش بالضبط معناتها. أنت يا خويا يا حمود ديك، أنت راك قاعد مش أنت عندك حق، بيقولوا طالب حقك، أنا معاك في هذه، خاطر أنا مظلوم معاك. أما خوي أخذرت الزوالي مسكين، اليوم مش شاطرة، الناس تشترها بطلت تخدمها، ما عندوش ركوبه،
ما عندوش يخدم نقولوا فما شكون يخدم من المرنقية يخدم حتى اللي نقولوا في يخدم نقولوا في بنزرت ولا يخدم نقولوا في معناتها في في تونس ما لقاش مواصلات اليوم علي حب ربي اطلب اخدم وطالب مش قال لك فلان يجيك فلان يقول لك وقف خاطر عنده لا بس عليه هو حتى يرقد في الدار مليارات عنده في البنوك وذاك الزوال منين مش يجيب ما يخدمش ما ياكلش معلم عليه ما يخدمش ما ياكلش خسر الزوالي اتحاد باش نقول كلمه نخافكم من ربي راني غسل في الموت راني ميت سايبوا بلادنا انتم حاربتوها في عهد بن علي حاربتوها في عهد بورقيبه حاربتوها تو مستحيل الاتحاد باش يوقف شنو الهدف من الاضراب هذا؟ صبر سمك سايبونا بلادنا بجاه ربي قالت اليوم رانا حاسين اليوم النقل حاسين وانا بيدي شي عام في كرشي اليوم 15000 مشيت حرام اليوم عليه 500 نخلص 500 نحالي 15000 تاكسي عليه حب ربي انا نقول كلمه كل ما تقالش هي كلمه مزيانه عندي ما تقالش قول حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان سبب يا لوبيات سايبونا بلاد جاء ربي سايبوا بلادنا براس سمكم راك ما خربتوها راك انتم استعمار فرنسا واستعمار البيات سامحني انتم في استعمار مازلنا في استعمار فرنسا واستعمار امريكا واسرائيل يا معلم سايبونا بلادنا الشعب فاق بكم راه والراجل خيخ قاعد يخدم الراجل اللي تسلق بكم شلق بكم سريق شلق بكم مش تحبوا البلاد ما تحبوش اللي يحب البلاد اليوم كاش تحب البلاد اليوم ما توقفش في عام جديد نطلبوا ربي غيث النافع قانونا اليوم نعملوا غيث النافع ونطلبوا ربي على الشتاء باش ربي معناتها يرحم بلادنا في الشتاء ويعطينا غيث النافع نجيو نقاهم فماش كراف مش حد شيء معقول هذا دونك شنو هو الحل للاصلاح؟ الحل باش نقول كلمه قويه برشا قالت لي اختي كلمه الحل شوف انت اتحاد حاجتك بحاجه فما السلطه فما رئيس دوله تفاهم معاه فما رئيس دوله تفاهم معاه احكي معاه عامل حوار معاه شوفوا بالضبط مش تجي هكاك تجي من غد تقول وقف النقل جم مش معقول ربي يهدي خلي لك كلمه الختام انا نقول سيبوا الراجل يخدم روحه عندكم 10 سنين شديتوا البلاد حطيتوا البلاد ما قديتوش رواحكم تسمع البلاد خربتوها فقرتونا جوعتونا في كروشنا تسمع معاش الشعب ولا معناتها ما عادش نقوا حتى الحليب ما عادش موجود السكر ما عادش موجود شنو باش نقول لك الحليب ما عادش موجود السكر ما عادش موجود النقل الزيت ما عادش موجود النقل ما عادش موجود النقل يا خويا سيبونا بلادنا براسكم يا ربي سيبونا زرتوا راك انتم لا تعرفوا ربي ولا تعرفوا الرسول انتم ناس ناقمين على الشعب التونسي انتم ناقمين نقمه قاتل الاسلام رسولك جاء اش قال الاسلام محمد قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا ننصحوا بعضنا هذا ربي قال وربي ورسول قال الراعي والرعيه ليس مني كما تليش بالراعيه نتاعك ليس مني انت لا تعرف محمد تعرف الرسول ما تنفقش على الناس على الشعب عطاك الثقه اللي انت متدين وتخاف ربي كل شيء انتم درتوا مش كل مستوى برسمكم سيبونا بلاد حاجه اخرى باش نقولها في منطقه المرنقيه مازالت النهضه في بالها مازالت واقفه على سقاها في المرنقيه تو كل مره يوم جايين في الجوامع نعملوا استاذ استخاري ودي سيبوا بلادنا ويزن اللغه نتاعكم الشعب حل بيكم وتونس حلت بيكم سيبونا فت الورقه نتاعكم الورقه نتاعكم طاحت في الماء سيبوا خلينا الناس تخدموا ويزونا ما عادش ترجع البلاد دي ما عادش ترجع الشعب ناقم عليكم الشعب نقم عليكم الشعب ما عادش حاجته بكم جمله